انا حتى قلت لك انا الحاجه اسمها الكونتيننتال بيلعبوها بطل امريكا الجنوبيه وبطل اوروبا اللي هي اتغيرت لكاس العالم للانديه الان. بطوله القارات اللي بيناضل فيها الاتحاد السعودي عشان تبقى بطوله اساسيه الى حتى السنه اللي فاتت لعبت الارجنتين وايطاليا كاس السوبر صار منه. طيب حتى قلت لك الاتحاد الدول الفيفا بيتحامل الناس لان الكوره هناك فكونك انت الليله تلعب مباريات مع الفرق اللي حتلعب معاها فده ده بيعتبره رؤيه جميله جدا جدا وتخطيط جميل على اساس انك انت تجي في كاس العالم وتصل بمصر مشرف تكون قريت الخصم يعني. جميل جدا. بابكر المنتخب السعودي الاعداد جيد في اقل من دقيقه. نعم نعم فعلا اعداد جيد وحرصنا قبل كده في اختيار المنتخبات مشابهين للمنتخب المجموعه حقه تقريبا بنسبه 50-60% او 70%. فانا بفتكر مجموعه السعوديه فعلا ذكر الفاضل مجموعه فيها الارجنتين والمكسيك وبولندا مجموعه ليس سهله. الارجنتين يعني نحن نكون واضحين صح حاله خاصه على الارجنتين لكن احتمال المكسيك وبولندا يتضربوا مع بعض في تعادلات في شيء المنتخب السعودي ان شاء الله يستفيد من التضاربات دي ويلقى فرصه يعني الحظوظ قائمة.